نروح لأهم العناوين. وداعا كابتن صفوت عبد الحليم. الخطيب ورموز النادي يشيعون جثمان المايسترو الصغير. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فاكس ضيف غدا. إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بالالتزام أمام فاكس ضيف. الوفاق في القاهرة يتدرب على ملعب السلام الليلة. إفريقيا تعلن دعم إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا. اتحاد شمال أفريقيا يعلن انتقال حر للاعبين وملف مشترك لتنظيم المونديال.